الله الرحمن الرحيم. نقول كل عام وانتم بخير. بداية انطلاقة الموسم الجديد 2018-2019، والحمد لله بدلنا في فعاليات استقبال اللاعبين الجدد من اليوم، ونرحب باللاعبين الجدد اللي حاس انه عنده مقدرة يقدر يمثل نادي الكويت، فنتشرف فيهم بالعكس، وتجربة ممتازة لبداية اغسطس ان شاء الله. هذا شيء. الشيء الثاني، احنا الحمد لله مع الطاقم الاداري، انا والكابتن عبد العزيز خزيم والكابتن عبد الله الدعب اسامه، نمثل فريق الناشئين، ومثل ما تعرفون والاخوان والجماهير الرياضيه الكويتيه ان فريق 17 حايز على بطوله الدوري والكاس والسوبر، وان شاء الله نستعد حق الموسم الجديد ان شاء الله، وان شاء الله نقدر نحافظ على مستوانا ونحافظ على نحقق البطولات نفس ما كانت هذه، وان شاء الله بدايه موسم جديده. ونفس ما قلت نرحب فيكم على تغطيتكم الممتازه، واشكر اخواني بالمركز الاعلامي على هذا الجهد المميز، ويعطيكم